صراحه ظهرت الطريقه كثرات. احنا ما كنرجعوش اللوم الامن، الناس باك الامن ديال خدمتو، مي اش غنقولوا قليل. واش نحيتو قبل الصريخة هنا 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 هنا؟ راه ما يمكنش مثلا واحد الناس قلال غيقابلوا، ماشي نقول لك منطقه راه مملكه. كنتمنوا انه السي محمود شي ياخذ بعين الاعتبار هذه المساله ديال رجال الامن انهم راه قلال وليفيكتيف يكونوا بزاف يحاربوا نفس المسائل ديال الصريخه. انا تخوا فوا انا كنصرخ، انا بدات السلطان اكزاكتومون كان تخوا فوا كنصرخ. صرخت في الشارع محمد السادس، داو لي تليفون من الطوموبيل، مشيت ديكلاريت ما كاين والو. لا دوزيام فوا داو ليا من موطور غادي في موطور، كان داك التليفون جاتني ابيل، داو ليا من تما وكاين الترام وكاين الكاميرات ودار ديكلاراسيون والو. مرة أخرى داو ليا في الطوموبيل عاوتاني في الزنقة حدايا، هزو ليا من الطوموبيل وكاين الكاميرات وما بغاوش يتساعدوا. وكنتمنى ان شاء الله هذا المشكل هذا يتحل في اقرب وقت. بزاف كثيره، بزاف الشانطي، بزاف الاثار داخل الاثار بزاف. وكنطلبوا من الناس الله يهديهم، حيت اللي كيحرم رزقه سمعتيني، مول الحلال الحلال، راه الشيطان ما كيرزقش، الشيطان راه حاجه وحده اللي كيدير. ها كيزرب بنادم كتولي حس العاب ديالو حرام، ورث ورا جاه جاي اللي تشبه في الحلال. وبزاف ديال الناس كيبغيو تحطهم عندي الصراحه تاثر ما كاينش، وحده تخوت التليفون. والامن عندنا بزاف، ما عندنا قليل صراحه، عندنا الامن كنطالبوا بالامن يكون بزاف. والله يعفو، الله يعفو بنادم، الله يعفو. واش نقول الله يعفو على طريق مليون شارع محمد السادس، وعندك شارع فيدا، وعندك الساحه، وطريق شارع مليونه، وطريق ديال المحطه معروفين كاملين. هذا هي بصراحه راه رجال الامن ديال الفيدا راه تبارك الله خدامين، لا من لا بي جي لا من دراجين، مي قلال. راه ما يمكنش، ايماجين كاينين جوج مثلا ديال الصقور على مستوى مستوى محمد السادس كامل، راه ما يمكنش غيبقاو مقابلينه وكيغامروا بحياتهم حتى هما، راه الله يكون في عوانهم. زيد المشاكل ديال انه لي زانترفونسيون ما خصوش يتبع موطور، ما يتبعش الشفار، كيولي خايف على راسه حتى هو من المتابعه قضائيه، ما حيتش يشد الشفار يتبعو. خصنا شي حل صراحه، خصنا لي كاميرا حتى هما يكثروا. وواحد المساله، كنانسيستي عليها، ما هي انه لي كاميرا ديال المي المحلات راه ما كيبغوش يتعاملوا مع الناس، حتى من البوليس كيبغوا يجيو عندهم كيبغوا لهم لا، تيجي الامر مع الوكيل الملك كيخافوا على رؤوسهم، الله اعلم كيخافوا من الشفاره، كيشد الشفاره وما كيبغيش يعطي الكاميرا. انا وقعت لي انايا، دخلت على مول الحانوت شفر لي التليفون باين الكاميرا كلشي، ملي قلت لي من الطوموبيل قلت لي عطيني الكاميرا، قال لي ما يمكنش. وتعامل معايا واحد السيد قائد لي بلا ما نذكر الاسم ديالو، تعامل معايا ودخل عنده قال لي الله يخليك عطي السيد الكاميرا خلي ديال لابي جي، قال لي ما يمكنش كيخاف. علاش؟ حيت دربهم الله اعلم. حنا كنطالبوا غير بالامن يتزاد، راه تبارك الله خدامين كيغامروا بحياتهم صراحه. وتحيه لهم، ما والو بنادم يبيع ويشري، بنادم يدير شي حاجه ولا شي، السرقه راه والو، الحبس عامر ما فيه ما يدار، بنادم اصاحبي الله يهدي ما خلق. حتى الله البيع والشراء دابا ملي كتجي تدير احصاء وتجي تقلب في درب سلطان كتلقى البراني بزاف كيبيع ويشري، ودير طلوبيلات دار هذاك الشيء والشراء، تلقى شي وحدين جاي براني انت هما باغيين يسرقوا وجاب بنادم. كنصح بنادم انا شي يبيع ويشري، يديرها ميكا، يديرها شي حاجه يبيع ويشري بشويه بشويه، غادي يولي بخير وعلى خير. والله القسم، والله القسم، هاد ثلاثة السرقة اللي تعرفت عليهم، اللي تعرفت ليهم انايا، جوج في الطوموبيل وحده في الموتور، وحده على مستوى محمد السادس الطريق مديون اللي هي الطريق مديونه، وحده على مستوى شارع الفيدا مع الترام كاين لي كاميرا كاين كلشي، وحده في مناسير. ثلاثه السرقه تعرضت لهم في التليفون ومشاو ليا وسرقوا ليا بوزيت دي بلانت، ومع ذلك ما كاين والو. نقول واحد الحاجه بعدا، بان الوالدين ديال هادو هما اللي كيتمحنوا دابا، بنادم ملي كيجبد الفلوس ولا كيدي شي حاجه ولا كيدي فرحان، كيمشي كيخسر على صحابو، كيمشي يسهر، كيمشي يضحك، ما تلقى ما كيديرش علاش فلوس حرام. ولكن راه هو والدي ملي كيطيح في المشكل، كيمشي تما ما كيعال عليه حتى شي واحد، سمعتيني. والدي كيتكرفصو ما عندهمش، وكاين اللي ما عارف حالو، وكاين اللي خصو يعاون والديه، وكاين اللي طالب له اعياد، وداك الشيء كيفرط فيهم في شي حاجه بسيطه والو. هما الاحسن ليه هو يتبع الحلال، الحلال هو كلشي صراحه. اش كيبان لك في ظاهره السرقه في منطقه درب السلطان؟ صراحة ولله أن المشكل ديال السرقة أنه كثر بزاف في السلطان، ماشي غنقولوا انعدام الأمن، وإنما قلة الأمن، ماشي كنقولوا قلة ديال الخبرة ديال الأمن، يعني كنصغروا منهم، بالعكس تبارك الله عليهم دايرين مجهودات جبارة.
لا من لابيجي لا من الدراجين، مقلال مقلال راه ما يمكنش انه جوج البوليس على صعيد على صعيد محمد السادس غيحاربوا ويبقاو محاربين الشفاره كاملين، ما حيتهم قابلوا ما حيتهم لي زانترفونسيون ما حيتهم وكيغامروا بحياتهم. وتا تا ما نساوش واحد المساله، ما نساوش المساله انه صحاب السرقه ديال الدراجات ولاو كيستغلوا هذه الفرصه ديال انهم الدراجين ما يتبعوهمش ما يكونوش المسائل هذه ولاو كيستغلوها. حنا معاكم الامن، حنا معاكم وكنشجعوكم وكنفتخروا بكم وقدوه لينا وحامينا. كنتمنوا ان الامن يكسب، هذا هو الامن. انا بغيت نقول لك هو المشكل بان انا ما درت السلطان راه ما كاينينش ما كاينينش الدراري ديال درت السلطان، كيجي دابا كيجيو شي وحدين براني سواء اسيف شي لاربه كيجيو شي وحدين براني مي كيجيو كيبقاو يحيدوا في البساطه في شي واحد اخر براني. دابا المشكل عندنا هو السبت ولا الاربعاء، خص بنادم يجي يشوف هاد السبت ولا الاربعاء. انا كاينين مجرمين بزاف.